بكم. أكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز أن زيارته لولاية نواكشوط الثلاث في الأيام الأخيرة كانت إيجابية بشكل عام، ومكنت من الاطلاع على مشاكل المواطنين والاتصال المباشر بهم والتعرف على طبيعة معاناتهم دون وسيط، والاطلاع على عدد من المشاريع التنموية الهامة التي تم إنجازها في هذه الولايات خلال السنوات الأخيرة. الزيارات كانت مهمة لأن طلعنا على عدة أمور وتلاقينا مع المواطنين وطرحوا عدة مشاكل مهمة، وإن شاء الله لهين تعكب الحكومة إن شاء الله الأولا تجمع ذيك القضايا كاملة اللي طرحوا، المشاكل كاملة اللي طرحوا للمواطنين، طرحوا المواطنين وذا اللي لاحظنا أيضا نحن من النواقص ما يخص البنية التحتية وما يخص النواقص أيضا في الصحة والنواقص في التعليم إن شاء الله، وهذه القضايا كاملة تندرس ولها ينجبروا لها حلول إن شاء الله، لأن باشرنا الأمر وباشرنا أيضا مشاكل المواطنين وتلاقينا مع جميع المواطنين وتكلموا أعطيناهم الكلام وتكلموا ارتياح مدة هذه اللقاءات كاملة اللي عدلنا معهم في جميع المقاطعات. وعلى كل حال مشاكل خارقة والدولة مستعدة عنها تسويهم إن شاء الله، وكان من الضروري هذه اللقاءات اللي خلقوا لأن دارنا صورة مباشرة من المشاكل اللي يعيش المواطن البسيط اللي محتاج اللي ما عنده أي طريقة يوصل بها مشاكله، يوصل بها باطل، يبلغ بها حجته لأنه بعيد بعض الأحيان من الإدارة، وبعض الأحيان قاعد فيهم اللي ما هو عارف صيف الكيفيات اللي يطرحوها بها. المهم نحتسب عنها كان هاي الزيارات بصفة عامة كانت إيجابية، والله قاعد إيجابية 100% لأن فتحت لنا أعطتنا فرصة أن نطلع على أسم الأمور اللي هم اللي على الدولة قد تسويهم واللي تسويتها أيضا لا تفيد المواطن، وهذا هو اللي استخرجنا منه.